مبادرة مهنتي أم، لأن الأمومة الأساس. المبادرة هذه هي تكريم وشكر لكل الأمهات في جميع المناطق حول العالم كله. الأمومة شيء عظيم، أعظم مهنة في العالم. الهدف تكريم الأمهات وإبراز صورة المهنة العظيمة اللي كل أم بتكون فيها. في مهنتي أم، إحنا جايين علشان نكرم الأمهات في كل مكان. الأمومة مهنة تحتاج إلى كثير من الصبر والعطاء والمحبة والحنان. الأم لها قيمة كبيرة جدا في حياة الإنسان، سواء النفسية أو الاجتماعية أو العقلية وحتى الدينية. كل أم عظيمة بما قدمت لأولادها. كونك أم معناها أنك تقومين بأشرف وأقدس وأعظم مهمة في العالم كله. نحن نربي الرجال ونصنع الأجيال. لأول مرة في حياتي أعرف أن هناك مهنة اسمها أم، فنبهتني أن الأم التي في البيت هي أم تعمل بمهنة، وأكبر عمل تقوم به وهي التربية والتنشئة لهذا الجيل. أشكر أمي وأشكر كل أمهات العالم على ما عملوا معنا، وإن شاء الله يجي اليوم بناتنا وعيالنا يشكرونا إحنا كمان. الأمومة ترى شيء غريب. الأمومة فيها عطف، فيها حنان، فيها رعاية، وهذا كله تحت اسم الأمومة. كثير من الناس يعتقدوا أن الأمومة هي عبارة عن وظيفة، بس الواقع هي عبارة عن غريزة. هذه رسالة، رسالة لكل أنثى. فالأمومة شيء مرة جميل. الأمومة كله تضحية، كله عطاء، كله محبة، كله صدق. بالنسبة لنظرة الشباب أو المجتمع تجاه الأم، طبعا يمكن هي أهم إنسانة كوجود في دورها، في كيف تصقل شخصيتك أو من تكون يوما ما. هي تعتبر جزء مهم كقيادة أو كشخصية قيادية، كيف الناس تكون طريقة تعاملهم في المجتمع. مهنتي أم، وشكرا لكل أم. شكرا يا أمي، يا نور دربي وسندي. شكرا لأمي اللي خلتيني أساعد المجتمع. شكرا أمي لأنك أنت أكثر إنسان بيستحق الثناء والشكر. شكرا أمي. شكرا أمي أحبك. شكرا أمي لأني وقفتي جنبي. شكرا يا أمي لأنك علمتيني معنى الحياة. شكرا يا أمي على اللي سويتيه لي في حياتي. جميلك حيفضل فوق راسي. شكرا أمي. شكرا أمي لأنك أمي. شكرا أمي علمتيني وربيتيني. شكرا أمي. شكرا أمي. شكرا أمي لأنك السبب في كل اللي وصلت له دحين. شكرا يا أمي. شكرا أمي لحنانك. شكرا أمي. شكرا ماما.